التحية مشاهدينا الكرام ومتابعين الأعزاء متجددة بحضراتكم في تواصل هذه الانطلاقات الصباحية يسير شوطنا السادس عشر في مجمل تعداد أشواطي هذا اليوم والخاصي بمنافسة الجعدان اللي المهجنات إلى صايل منذ غليل يسير هذا الشوط ونحن نسير إلى المقدمة ونتابع المركز الأول هذا النمر اللي يتصدر الجميع وينطلق على المركز الأول والبداية تعود الملكية لعلي بن سالم بن سعيد المسافر سيطر على مقدمة الشوط بينما يليها في المركز الثاني هذا غازي لمحمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهير متواجد على ثاني المراكز بينما النقله الى المركز الثالث اجد السليماني سعيد بن محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي متواجد على ثالث المراكز بينما في المركز الرابع في المركز الرابع ياتينا هنا شاهين محمد بن راشد بن سعيد اليابري يحتل المركز الرابع بينما على المركز الخامس يتقدم شايم لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يحتل المركز الخامس بينما في المركز السادس نتابع هنا الوصول من المحتفل جاسم بن سالم بن علي العويسي يحتل المركز السادس بينما في سابع المراكز ياتين الحذر لكاسب سعيد بن مصبح بن كاسب المسافري بينما في ثامن المراكز في المركز الثامن يتقدم هذا ضيف لحمد ضيف يتقدم مشاهدين الاعزاء مدحداح لاحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي بينما في تاسع المراكز ياتينا شاهين عبد الله بن برمان بن محمد الشامسي وعاشر المراكز يتقدم وياتي هنا الطاير لمحمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي على عاشر المراكز هكذا نتيجتنا مشاهدين الكرام هكذا الاسماء المنطلقه في ناموسي هذا الشوط المعلن بتواجدها وبتحدي الصباحيه مع تحديات التمهيدي الاول ولكن نعود نعود الى سكان المقدمه نعود الى السيطره الاولى والنمر اللي مسيطر تمام السيطره واضحه على مقدمه هذا الشوط علي بن سالم بن سعيد المسافري بن كاسب من يعلن عن تواجده في الصداره وفي المركز الاول بينما في ثاني المراكز ياتينا هنا وينطلق شاهين محمد بن راشد بن سعيد اليابري متواجد على المركز الثاني بينما في المركز الثالث يتقدم الطاير محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي ولكن شايم يحتل المركز الرابع لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتواجد الصعب على المركز الرابع بينما في خامس المراكز ياتينا الحذر لكاسب بسعيد بن مصبح المسافري يحتل المركز الخامس هكذا الاسماء اللي بدات تنضم الى الكوكبه الخماسيه المتقدمة من أجل المنافسة الغوية من أجل الانتزاع لناموس هذا الشوط ما شاء الله وتبارك الله شوف النمر بكل اريحية معلن بسيطرته على مقدمة هذا الشوط بدون أي ضغوط على المقدمة الأولى وعلى الصدارة هي تابعة علي بن سالم بن سعيد المسافري وركز يا بن كاسب التركيز مطلوب من كل الملاك والمضمرين في هذه الاندفاعات والانطلاقات المثيرة بينما الحذر الحذر يحتل المركز الوصافة كاسب سعيد بن مصبح المسافري أهالي السوان المسيطرين على المركز الأول والثاني بينما أشوف في المركز الثالث وصل الحريثي مشاهدين الأعزاء في المركز الثالث يتقدم الحريثي لسليم برصير بن حميد الوهيبي يحتل المركز الثالث بينما في رابع المراكز ياتينا معزم لراشد بن مقبل بن مرزوق العجمي ضيفنا من دولة الكويت من ميدان الشهيد بالتحديد بينما في المركز الخامس يتقدم المحتفل لجاسم بن سالم بن علي العويسي ولكن خلاص ما بقى القليل ل 600 متر الاخير وحرك يلي بتحرك وروح يلي بتروح وهذا النمر بدأ تصدر عليه الاوامر وبدا يزيد من السرعه الفائقه من المخزون الاحتياطي في الامتار الاخيره ولكن شوف شوف فمعزم بدا يعزم معزم مشاهدينا الكرام يبي يهدي السلامات الى اهالي ميدان الشهيد في دوله الكويت الحبيبه بينما في المركز الثالث المركز الثالث ياتي الحريثي أسلي بن الصغير بن حميد الوهيبي الله الله, الله معزم انطلق معزم انطلق مشاهدينا الكرام ياتي بهذه النهايه راشد بن مقبل بن مرزوق العجمي سلام سلام عليكم يا اهل دوله الكويت وإلى اهالي ميدان الشهيد يستاهلون التحيه على هذا الفوز لحظه وصول معزم الى خط النهايه بينما وصل في المركز الثاني نمر علي بن سالم السليم المسافري بسليم المسافري او علي بن سالم المسافري المركز الثالث وصل المشاهدين الاعزاء ومتابعينا الكرام المركز الثالث عطنا اللي احتل المركز الثالث نتابع مشاهدينا الاعزاء مع لحظه الوصول اعتقد الحريثي نعم اللي احتل المركز الثالث سليم بن الصغير بن حميد الوهيبي المركز الرابع وصل فيه مشاهدين الاعزاء الحذر لكاسب بن سعيد بن مصبح بن كاسب المسافرين المركز الخامس وصل المحتفل جاسم بن سالم بن علي العويسي هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء النتيجه للخمسه المراكز الاولى نعود بالتهنئه والناموس الى مالك معزم الذي فاز بناموس هذا الشوط ليهدي راشد بن مقبل بن مرزوق العجمي هذا الانتصار صار في توقيت زمن المداره دقائق و10 او 12 آه ثانيه تهانينا والناموس على هذا الفوز وسلام ميدان الشهيد سلام